إلى حياة كريمة. وفي إطار هذه المبادرة الرئاسية انطلقت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية التابعة لإدارة القصير الصحية في محافظة البحر الأحمر. شهدت القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج ل 189 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء عدد 19 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوف والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين بقرى ومدن البحر الأحمر. هنا في عيادة الأسنان بنقدم خدمات مجانية للمريض، بيتم الكشف عليه وبنشوف إذا كان محتاج حشو، خلع، وجميع الخدمات بنقدمها بالمجان، وكمان بنصرف له العلاج بالمجان. بنقدم قافلة طبية، القافلة المريض بيجي بيقطع التذكرة، بيخش على الدكتور يكشف عنده وبيصرف له الدواء والعلاج، وبيتصرف أي تحاليل وأي أشعة مجانا بالكامل.